شكرا أحمد خير الدين. موعد إخباري جديد من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم مشاهدينا. المستهل من المركز الدولي للمؤتمرات، حيث انطلقت أشغال الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة ألجيريا ديسبرايد. الطبعة يشرف على افتتاح أشغالها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ويحضرها إلى جانب مستشاري رئيس الجمهورية أعضاء من الحكومة وممثلون عن هيئات عمومية ومالية، وكذا أصحاب مؤسسات ناشئة ومشاريع حاضنات. في إطار جهود التشغيل المتواصلة، مكنت عملية منح رخص الاستغلال الاستثنائية من استحداث مناصب شغل إضافية. مصنع إنتاج مواد التنظيف والتجميل ببومرداس نموذج ناجح. إكرام قاضي والمزيد. بهذا المصنع يتم إنتاج مواد التنظيف، استثمار خاص رفعت عنه كل العراقيل، مما مكن من استحداث أزيد من 400 منصب شغل جديد لشباب المنطقة. بصفتي خريج معهد متخصص في الأمن والسلامة، الشركة فتحت لنا عمل ووظائف عمل من أبناء المنطقة، وساعد على دراستي وما قمت به في المجال. هنا في اللوزين انا نطبقوا فيه. رانا هنا في الشركه خدامين بفضل التسهيلات تاع الدوله اللي خصنا من المشكل تاع هذا. استثماري اخر كفت للتجسيد والمتخصص في التجهيز والتجميل دخل جا القرار أساسات وفرط، يعني الحمد لله الشركة هذه ملي فتحت وفرت لنا عمل. آفاق واعدة للتصدير وولوج الأسواق. أكبر عدد من العمال وامتصاص 4000 في الولاية، وكذا ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركة التي ارتفعت حتى 30000 علبة في اليوم، وكذا خذينا تحدية التصدير، صدرنا الخمس دول. رفع العراقيل عن المشاريع المعطلة ساهم بشكل كبير في توفير مناصب شغل وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي وبهدف ضمان مرافقة دائمة للموالين من خلال توفير مادة الأعلاف، كثفت المطاحن من إنتاج وخصصت التعاونيات ووحدات توزيع إضافية لضمان توازن للأسعار. العينة من ولاية المدية مع عبد العزيز عليم. قل المطر وقل الكلاء، وأصبح الموال أمام حتمية الأعلاف بأسعار خيالية. هكذا حال موالي مناطق الشهبونية بولاية المدية كحال البقية عبر الوطن. الأعلاف الأخرى ب 420 440 والأعلاف غالية بزاف، الشعير ب 600 ألف. موال مقبول بزاف، أهل المال مقبولين بزاف. لازم يتلفتونا من الجهة تاعنا، منا يتفكرون سيرتو المرة ما عندناش منها بزاف، ما كاينش خلاص. في أسواق المضاربة مادة النخالة قاربت 5000 دينار، وشعير الأعلاف زاد عن 6000 دينار للقنطار، وبديل الوزارة الوصية تكثيف وحدات التحويل وزيادة التوزيع بتعاونية الحبوب بأسعار مقننة. لدينا 9 تعاونيات في الأحياء تأخذ شهريا حوالي 7000 قنطار من النخالة، يتم توزيعها مباشرة على الفلاحين أو المخالطين تحت لواء التعاونية. قمنا بفتح 3 نقاط لتوزيع هذه المادة، مخزن مجبر، مخزن عين بوسيف، مخزن شلالة العذاورة.
وبسعر مقنن 2000 دينار للقنطار. التعاون الحبوب هي اللي راح تشرف على هذه العملية. رقم العدد البلديات اللي راح تستفاد من هذا المادة هي 20 بلدية من ضمن 64 بلدية على مستوى تراب الولاية. الجاف ابراهيم ما كان لا عارف لا والو، يسمى نجوغل التعاوني هنا اللي رسمنا التسهيلات. ولتخفيف عبء الأعلاف عن الموالين، دعامة أخرى توفرها المحافظة السامية لتطوير السهوب من خلال كراء المحميات. تساهم طبعا بتقليص العجز العلفي أو توفير مادة علفية للمواشي المتواجدة على مستوى المناطق السهبية التي يفوق تعدادها 28 مليون رأس، تمثل أكثر من 85% من تعداد الثروة الحيوانية الوطنية. كلها جهود تجسد مرافقة حقيقية للموالين حفاظا على ثروة الماشية، خاصة وأن الجزائر رائدة عربيا من حيث عدد رؤوس الأغنام. وفي أحوال الطقس، تمتد صلاحية النشر الخاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية بخصوص تساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات من وسط وشرق البلاد، والتي بدأت من ظهيرة أمس تمتد إلى غاية منتصف نهار اليوم. الأمطار تكون أحيانا على شكل زخات رعدية صنفت في درجة اليقظة البرتقالية. كما ستشهد ولايات قسنطينة وميلا وسطيف والمسيلة وأم البواقي وخنش وتبسة تساقطا غزيرا للأمطار إلى غاية صباح يوم غد، مصحوبة برياح على شكل عواصف. دوليا، وفي تطورات القضية الصحراوية، شكل موضوع حقوق الإنسان وفي الأراضي الصحراوية المحتلة شكل محور سلسلة من اللقاءات على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف. جمعت مسؤولين صحراويين بالعديد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى هيئات أممية. في مالي لقي 27 جنديا مصرعهم وأصيب 33 آخرون في هجوم شنه أمس مسلحون ضد معسكر ماندورو وسط البلاد. وأعلن الجيش المالي أن قواته تصدت للهجوم وأطاحت 47 مسلحا. وفي تطورات الوضع بأوكرانيا، أعلنت روسيا وقف إطلاق نار في مغامرات إنسانية اليوم للسماح بخروج المدنيين من مدينتي ماريوريول وفولونفخا شرق البلاد، وذلك ضمن مخرجات محادثات ثنائية بين الجانبين الأوكراني والروسي، فيما يستعد الطرفان لإجراء جولة ثالثة من المحادثات قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن مرتقب الاثنين المقبل. في الرياضة، تلعب اليوم 5 مباريات لحساب الجولة 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. برنامج اليوم سيجمع سريع غيليزان، اتحاد بسكرة، شلغوم العيد، أمل الأربعاء، مولودية وهران، أولمبي المدية، وداد تلمسان، مولودية الجزائر، ليواجه فريق اتحاد الجزائر شبيبة الثورة. على أن تتواصل باقي مباريات هذه الجولة يومي الأحد والاثنين. ونختم من قسنطينة، حيث أصبحت حظيرة تربية الخيول مقصد هواة الطبيعة والسياحة الريفية. رضا تبرمسين والمزيد. وسط هدوء يلف عين عبيد، يتدفق نقاء الهواء في كل مكان، معلنا فصلا مغريا من فصول السياحة الريفية، وهو منتزه نجمة الشرق. وفي هذا المكان تلجأ العائلات القسنطينية لرمي ضغط أسبوع كامل. خرجنا شويه من لو طون كريسبي تاع ليفر اللي عدسنا، دونك اون بروفيت خرجه عائليه الويكاند هذا، جينا هنا اين بيد. تحس روك راك في عند العائله تاعك، راهو مكان عائلي، جد عائلي وطبيعي. مزرعه للخيول وحديقه حيوانات وبحيره اصطناعيه ومضمار سباق وفضاء حر، فضلا عن العاب التسليه، حتى غدات هذه الجنه قبله عشاق الطبيعه من كل الفئات. الفكره نبعت من صلب الطبيعه، اينعت واريد لها ان تكبر وتكبر. يعني احنا رانا عائله كنا فرسان ومربين خيول،
بدينا نديروا يسمى نشاطات فلاحيه، وبعدها تسمى خممنا باش نحلوها للعائله الجزائريه. خطوة أخرى للخروج من السياحة التقليدية، خاصة وأن الجزائر تزخر بكل المقومات التي تسمح باستغلال كل شبر فيها. بالطبيعة ونواصل الخير نصل إلى ختام النشرة. شكرا مشاهدينا على المتابعة، في أمان الله.